السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو كنت تحس بأشياء يا إمام؟ الفرق بيننا يا إبراهيم وبين مخلوقات الله من حيوان ونبات أننا لا يفاجئنا الموت، ومنا من يعد العدة لملاقاة ربه، ونحسب إن شاء الله جدك من الصالحين. ادعو له بالمغفرة والرحمة طول الوقت. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. رحمه الله، هو راح فين؟ عندما ينزل إلى قبره يأتي إليه الملكان ويسألان: خوفه؟ هل يخاف العبد المؤمن من ملائكة الله؟ اتعلمت في الكتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: زملوني زملوني. نعم، قال ذلك لزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها عندما كان في غار حراء وخشي على نفسه بعد لقائه جبريل عليه السلام لما جاءه أول مرة بإقرأ. وماذا قالت هي له؟ قالت له: أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، إن الله لن يخزي مؤمنا به. يعني المؤمنين لا يخافوا؟ بارك الله فيك يا إبراهيم، كن مؤمنا صبورا وحيا، وكن سندا لأمك في محنتها. تعرف يا إمام، هنرجع بلدنا تاني، وأنا زعلان على أمي وهي بتعيط. خالي جابر زعق لها امبارح لأجل البيت. ولماذا تذهبون إلى بلدك؟ في زيارة؟ لا، أنا عايش هناك على طول. البيت اللي احنا فيه بيت جدي، خالي جابر هيبيعه. ما لسه كده، اطمئن يا ابراهيم. يا عم الامام. نعم. انا بحبه، سمعنا على الغلطات الكتير اللي انا عملتها. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.